الله. تفضل يا باشا. هيلة هيلة جدا، ممتازة ممتازة. هي تقيلة شوية. علشان يدوي قوتها لأن عشر أضعاف. بقول لك ايه يا هيبة؟ تحت أمرك يا باشا. خد بالك من كين، اوعى تنساه لحظة، انتظر منه رد فعل قريب. ما تقلقش يا باشا، ده لو فكر فكرة في خياله، شوف في خياله هتوصل لحد عند ابو هيبة. انا عشت اليوم ده يا هيبة، اليوم اللي وقفت فيه في مكتبي اصرخ في وش الدنيا واقول لهم انا عارف العفريت مخبي ابنه فين. اليوم ده لبسوني الجلابية، اليوم اللي حسيت فيه ان قبضة ايدي بقت حديد. فتحتها لقيتها بتترعش. يوم ما تقول ما تقلقش يبقى لازم تقلق. فهمتها يا باشا، فهمتها. حضرتك طه على الصندل وفي طرير الصعيد. محدش يتعرض له. انا مش فاهم حاجه حضرتك، يعني الاول السلاح لما وصل مصر حضرتك قلت محدش يبلغ، وبعد كده لما بداوا يوزعوا قلت لنا برضه محدش يتعرض له، لكن دلوقتي السلاح على الصندل بيطلع لنا لسانه. يعني حضرتك عمر تشتغل معايا كل ده ولسه مش فاهم؟ لو بلغت على السلاح ابقى بضر تجارتي انا كمان. انا طاري مع ابو هيبه مش مع تجارته، ليا في الاول وفي الاخر. رجعالي رجعالي. يعني نسيبهم يخلصوا من غير ما ناخد حقنا؟ حقنا نوجع له قلبه زي ما وجع قلبي. هو حضرتك كل ده عشان خاطر رولا؟ حضرتك مش فاهم. ليك فاهم ان احنا كنا بعاد عن بعض؟ ليك فاهم حتى ان احنا كنا بنكره بعض؟ يعني انا اتجوزتها عيلة، انسان طويل اوي، انا كل حاجة مع بعض، اتخانقنا زعلنا بس عمرنا ما سيبنا بعض. سيبها تروح تعمل كل اللي هي عايزاه، بس في الآخر كانت بترجع لي وأنا كنت بعمل كل اللي أنا عايزه. كانت البنات تحت إيدي 24 ساعة، لكن الست بالنسبة لي كانت هي. طب حضرتك مال ابو هيبه ومال الموضوع؟ هي ماتت اوفر دوز يعني. من ايديها الكميه دي كلها، انا كنت بديها على قدها وبس. مين اللي اديها كل الكميه دي؟ ابو هيبه.
وبعدين عمل ايه تاني؟ اتأخر. هو مين اللي اتأخر؟ نام عادي يا حمزة، انا مستني جدا بويبة جاي. منصور ان شاء الله جاي. كل يوم بتقولي لي كده وما بيجيش. هو نايم فين؟ نايم في الشغل. وهو جدي بيشتغل في العمارات زي بابا؟ لا، جدك بيشتغل في حاجات كتير، معرفاش اقولك ايه. قولي لي حدوته. هقولك حدوته. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. مش كنت تقولي؟ كنت هتعمل ايه يعني اكتر من كده؟ كنت هعمل ايه؟ انا كنت هقفل عليك باب النايت لوحدك عشان ما حدش غيرك انت بس يشوفني. انا جيت عشان اشكرك بنفسي. قومي، قاعد على الارض ليه؟ سيبني براحتي بقى كده، ده انا كده عسل قوي. هيا، كنت عايز تقولي ايه؟ اماني انا قفلت الموضوع ده من زمان. معلش. طب هو انا قلت حاجه؟ ده انا لا قلت اقفل ولا قلت افتح. مش انت اللي هجرتني يا هيبه؟ كان النسوان والعتاب متلازمين. طب اقعد. طيب اديني اسكت اهو. طب طوري اقعدي جاري. طوري. لفيت العالم كله يا هيبه ولسه بتقول دوري؟ عمال اقول ايه بس؟ ممكن دقيقة اسكت؟ اديني سكت اهو. عايز تقولي ايه بقى؟ اقول لك خدي اصرف الشيك ده. بتاعت مين الثروة دي كلها يا هيبة؟ بتاعت أماني. بتاعت أماني؟ أيوة بتاعت أماني.